لسه مع النادي الأهلي ولكن عن مباراة الجولة القادمة. طبعا احنا في انتظار عودة الجماهير كلنا بفارغ الصبر، دايما بنسمع أنباء إن من الموسم القادم، لا من الموسم اللي بعده، طب من الدور الأول، لا من الدور الثاني، كل دوت ممكن ما نكونش واقفين على ارض صلبه، ولكن هذا الخبر ممكن يكون بيطمننا بعض الشيء ان في امكانيه ان احنا نبتدي نشوف الجماهير بتدخل، وده مع تطبيق تذكرتي. فاعلن النادي الاهلي امبارح فتح باب الحجز الالكتروني لتذاكر مباراه الاهلي وفريق الهلال السوداني بدايه من النهارده الثلاث الموافق 3 ديسمبر 2019، وبيستضيف الاهلي نظيره الهلال السوداني في الجوله الثانيه من مباريات دور المجموعات لبطوله افريقيا المقرر ليها الجمعه 6 ديسمبر. وتقرر فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني من خلال موقع الحجز الإلكتروني الخاص ببطاقة جمهور النادي الأهلي وموقع شركة تذكرتي. وحدد النادي الأهلي قيمة تذاكر مباراة الفريق أمام الهلال السوداني على النحو التالي: تذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيه و75 للدرجة الثانية و100 جنيه للدرجة الأولى يسار و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 جنيه للمقصورة الرئيسية. وشدد النادي الاهلي على الجماهير اللي هتكون بترغب في حضور المباراه احضار الفان اي دي الخاص بالمشجع اللي هيتم استخراجه من موقع تذكرتي للسماح ليهم بالحصول على التذاكر المخصصه للمباراه. قرار اكيد هيرحب بيه كل الناس اللي عندها امل سريع ان احنا نشوف الجماهير بتعود مره ثانيه، يكون الجماهير داخله بفان اي دي وبتذكره ومحمله كل البيانات الخاصه بيها على الموقع، ده علشان اي حد يخطئ يكون في ثواب وفي عقاب، اي حد هيكون مش بيلتزم باركان التشجيع اللي المفروض تكون بتحصل في الوقت اللي احنا فيه ده وبنتابع فيه التطور الكبير في اوروبا وبنقول احنا ليه ما عندناش كره زي اوروبا، لا قبل اي حاجه الجماهير في اوروبا دي التعامل بتاعها وده الشكل اللي بيشجعوا بيه، وبعد نهايه المباراه ايا كانت النتيجه وايا كان شكل الماتش وايا كان اداء المدرب مفيش اي خروج عن النص. ان شاء الله دي تكون بدايه ان احنا نشوف كمان المباريات اللي خارج بقى نطاق منتخب مصر كمان بيدخلها الجماهير من خلال تطبيق تذكرتي، علشان يكون عندنا امل ان بعد كده كمان في الدوري وفي الكاس هيتم الاعتماد على هذا التطبيق، وان شاء الله جماهير النادي الاهلي تكون بتستغل فرصة ان احنا بنشوف الارقام اللي احنا بنسمعها وهنتكلم فيها اللي بيسعى للحصول على عليها النادي الاهلي علشان تكون بتدخل وبتقادر النادي الاهلي يوم الجمعه في مباراته امام الهلال السوداني، ارقام كبيره لازم يستغلها كل الجماهير اللي بتحب النادي الاهلي تروح تحضر المباراه من هناك وتلتزم باذن الله وتكون خير سفير لجماهير كره القدم المصريه، يعود مره ثانيه او تعود مره ثانيه الجماهير من خلال بوابه المباريات الافريقيه ومن خلال تطبيق تذكرتي باذن الله يكونوا موفقين.